لا توجد تكنولوجيا اتصالات يمكن الاعتماد عليها بنسبة 100% في الكوارث الطبيعية. كيف يمكنك البقاء على تواصل إذا لم تعد أجهزتك أو الإنترنت متاحة؟ لا تعتمد على هاتفك وحده في حالات الطوارئ. اتخذ الإجراءات اللازمة لتكون مستعداً. جهز حقيبة لحالات الطوارئ تحتوي على جهاز راديو محمول ومجموعة احتياطية من البطاريات. ستعمل خدمات الطوارئ والاتصالات بجد لإعادة الاتصال بك، ولكن الأمر قد يستغرق بعض الوقت. كن مستعداً لتبقى آمناً ومطلعاً على ما يجري.